خلال العام 2014 بدأت الجمعية الأوروبية لأمراض العناية المركزة دراسة كبيرة حول العالم عن مرضى الـ ARDS، حبوا يعرفوا شو مدى انتشاره، شو هي العلاجات المقدمة، شو مدى الالتزام بالإيفيدنس الموجود خلال 15 سنة سابقة للدراسة. بعتوا دعوات للمشاركة، شاركوا حوالي 500 عناية مركزة من 50 بلد حول العالم من 5 قارات. حقيقة دراسة كبيرة وضخمة، كان طريقتها أنه حددوا شهر محدد أو شهر معين بسنة 2014، كان بأشهر الشتاء بالنسبة للقسم الشمالي وبأشهر الصيف بالنسبة للقسم الشمالي، هو شتاء القسم الجنوبي، وهن بدهم يعرفوا شو بيصير بأشهر الشتاء بالضبط. الشهر أظن كان شباط بالنسبة للقسم الشمالي وآب بالنسبة للقسم الجنوبي، تقريبا هيك شيء. طريقة الدراسة هي متابعة جميع المرضى المقبولين، طبعا الانكلوجين كان انه كل البالغين المقبولين بأقسام العناية، وبالتالي ما كان في اكسكلوجين ابدا الا اذا المريض رفض المشاركة. الداتا جمعوا كل الداتا اللي بتخطر على بال طبيب عناية، بدءا من العمر، الجنس، التشخيص، الـ FiO2، الحجم الجاري لو اضطروا للتنبيب مثلا، بعد كم احتاج المريض التنبيب، كم الـ FiO2 المقدم، كم البيب المطبق، كم نسبة المرضى اللي صاروا نحطوا على برومبوزيشن، نحطوا لهم باراليسيس، جمعوا كل الداتا اللي بتخطر على بال طبيب. على مدى شهر كامل درسوا المرضى، قدروا يجمعوا بيانات ل 30,000 مريض تقريبا، 3,000 منهم حققوا معايير الـ ARDS الـ ARDS، وجمعوا الداتا وبعدين نشروها. بعد سنتين نشرت الداتا أول مرة بالجامعة بـ 2016، رح أحط الرابط. هي الدراسة اسمها سيف لانج، حقيقة دراسة كبيرة وضخمة، تعتبر لاند مارك، رغم انه هي طبيعتها ديسكريبتيف مثل ما حنشوف، بس صدقوني ما في مؤتمر عم يصير بالعناية الا عم ينذكر فيه هذه الدراسة وعم يرجع لها انه هيك عم يصير حول العالم بناء على السيف لانج. الداتا اللي جمعوها طلع عنها دراسات كتير، اول هون هي الدراسة اللي حكيتها، وفي حاليا حوالي 30 ورقة منشورة وغير منشورة عم تنتظر الوقت اللي بتنتشر فيه. طريقة إجراء الدراسة حكيناها، إنه حددوا المرضى، حددوا الوقت، حددوا المكان اللي هو الـ ICU. خلينا نعرف بقى شو هي طبيعة هاي الدراسة. السؤال الأول اللي بيخطر على بالنا، هل في كان intervention؟ لاحظوا إنه هن ما قرروا إنه شو لازم يصير للمرضى، هن فقط جمعوا البيانات شو عم يعملوا الـ ICU، فهن بياخذوا منهم البيانات تبعهم، وبالتالي ما في intervention أبدا، فقط مراقبة. فهي الدراسة ما هي interventional، هذه الدراسة observational، دراسة رصدية. السؤال الثاني، هل كان في كنترول جروب؟ ما في كنترول جروب لهي الدراسة، فقط عم يجمعوا بيانات للمرضى وعم يحللوها، وبالتالي هي الدراسة ما هي analytical study، ما هي دراسة تحليلية، إنما هي دراسة descriptive، دراسة وصفية. ومثل ما بنعرف الدراسات الوصفية ما بنقدر نستنتج منها أي نتائج، ممكن ناخذ منها نسبة انتشار، ممكن ناخذ نسبة تطبيق الشيء الفلاني، ممكن نطور الممارسة تبعنا، نعمل دراسة على كل عدة سنوات وهذا الشيء فعلا عم يصير، نفس الدراسة بتطبق، ممكن نطبقها على بلادنا مثلا، نفس الدراسة نعيدها ونشوف شو نقارن حالنا بالنسب العالمية. هي دراسة مو للاستنتاج، إنما لمعرفة الواقع حالي وممكن تطويره لاحقا. فاول شغله قلنا هي دراسه observational بدون اي intervention. الجزء الثاني هي دراسه descriptive ما في control group. السؤال الثالث، هل هي prospective او retrospective؟ ترجمة هالمصطلحين شوي صعب علي صراحة، كنت انا ترجمه تقدمية وتراجعية، بس بيني انه هاي الترجمة صارت سياسية حقيقة، فالأضبط أو تقدمية ورجعية مثلا، فالأصح هو ترجمة ربما استرجاعية للريتروسبكتيف واستقبالية للبروسبكتيف. شو معنات استرجاعية واستقبالية؟ استرجاعية اني انا بيجي عند اللحظة الفلانية، انا بجمع الداتا الموجودة بالسجلات المرضى على مدى 10 سنين سابقات او 5 سنين سابقات، باخدهم من الميديكال ريكورد مثلا وبعمل لهم تحليل، هذا هو ريتروسبكتيف ترايل. ممكن نحكي عليهم لاحقا بشي 5 أو 10 دقائق شو ميزاتهم وشو سلبياتهم للريتروسبكتيف ترايلز، عفوا نعم نحكي ستاديز، ما هي ترايل ستاديز، ريتروسبكتيف ستاديز. عادة لما بيكون ترايل بيكون في انترفنشن، هي مقصود فيها، فهي اسمها ستاديز، ريتروسبكتيف ستاديز. بالمقابل البروسبكتيف ستاديز اللي هي اني انا ببدا من اللحظه الفلانيه وببدا بجمع البيانات على مدى فتره زمنيه محدده، وهذا هن الشيء اللي يعملوه، فهذه بروسبكتيف. هذه
السؤال الثاني، هل هي كروس سيكشنال ستدي ولا لونجيتيودينال ستدي؟ الكروس سيكشنال هي الدراسه العرضانيه او المستقطعيه، ما بعرف شلون بترجموها. هي طريقه الاستبيانات، اني انا بنزل على الجامعه مثلا، بوزع استبيان على 1000 طالب وباخذ البيانات تبعهم بسؤال محدد وبسالهم في لحظه محدده، هذا هو الكروس سيكشنال. بينما اللونجيتيودينال انا عم اجمع البيانات على مدى، على فتره زمنيه محدده، فبتعطي فكل وحده لها ميزاتها صراحه، ما حقدر اخوض فيهم بهالعجاله، بس اللونجيتيودينال بيكون نسبيا بتعطي معلومات افضل من الكروس سيكشنال. وطبعا كل وحده منهم لها ميزات وسلبيات، مثل ما قلنا الكروس سيكشنال ممكن ادرس عده شغلات على مجموعه، اللونجيتيودينال انا ممكن اشوف تطور الحاله، وهذا الشيء اللي شافوه هون بالمرضى الاي ار دي اس. انا مو بس عم شوف الانتشار، انا عم شوف شو نسبه الاكستوبيشن، نسبه الري انتوبيشن، شو عم يصير مع المرضى على مدى هذا الشهر. لذلك لما نشروا البيانات حتى تبعهم نشروا نسبه وفيات، ونشروا نشروا كثير نسب متعلقه، لانه هن قدروا خلال شهر تقريبا، وهذا الشهر يعتبر بالنسبه لمرضى الاي ار دي اس فتره كافيه لدراسه الاوت كم حقيقه كطبيب عنايه انا. فربما بتعطينا بالتصميم هاي الدراسه بيعطينا معلومات اكثر مني لو عملت كروس سيكشنال فقط، شفت شو نسبه الانتشار وشو نسبه تطبيق كذا ونسبه تطبيق كذا. الديسكريبتيف ستاديز حقيقه عموما بتجاوب، يعني اذا اي واحد حابب يعمل هذا النمط من الدراسات، وهذا النمط من الدراسات مهم مثل ما قلنا، يعني لاحظوا هي دراسه عالميه نشرت بالجامعه، يعني ما هي دراسه متواضعه ابدا، وممكن اي طبيب عنايه يفكر يعيدها ويكررها بالعنايه تبعه او بالبلد تبعه اذا ما كان مشارك بالاصل، ويقارن النتائج تبعه مع النتائج العالميه، يعني يطبق نفس البروتوكول. حقيقه دراسات الديسكريبتيف بيجمعها، او اذا بدنا نفكر فيها، هي مثل التقرير الصحفي. حقيقه اذا انا بدي اروح اعمل تقرير صحفي لحادث معين صار بمكان معين، انا لازم جاوب على 5 اسئله بنسميها الفايف دبليو. السؤال الاول وات، ماذا حدث، او شو هو السبب اللي انا عم يدفعني اني انا اقوم بهي الدراسه. واظن هي الدراسه اللي حققت هذا الموضوع اللي حكينا عنها سيف، انه كانوا عم يبحثوا عن مرضى الاي ار دي اس. السؤال الثاني هو انه مين هن الاشخاص اللي بدي ادرسهم، او شو هو شو هي المعايير الانكلوجن والاكسكلوجن. السؤال الثالث وين الزمن، متى انا بدي ابدا بدراستي وكيف بدي اطبقها وشو هي النسب اللي بدي احققها. الدراسة السؤال الرابع وير، اللي هو اين، اني انا عم احكي انه بيطبق بدي ادرس مرضى العناية المركزة. طبعا في كثير تفريعات لهي الاسئله، يعني ممكن مثلا بالاين انا اعرف الفروقات الجغرافيه مثلا بالنسبه لنتائج مرضى الارتس، مثل ما قلنا هون مثلا خلينا نقول الدول الاوروبيه شو كان النسبه فيها، الدول الناميه، الدول المشاركه بالدراسه، باستراليا مثلا شو كانت النتائج، لانه بتختلف من مكان لاخر حسب البراكتس الموجوده. فقلنا نحن what who when where. السؤال في why، اللي هي انه ممكن أنا خلال الدراسة حاول افسر بعض النتائج، رغم مثل ما قلنا انه هي الدراسة ما بتعطي استنتاجات، ما فيني ابدي استنتاجات على الدراسات الديسكريبتيف. فاظن هي الدراسه حققت جميع الـ الاسئله، او جاوبت على جميع هي الاسئله كانوا مطروحين. فاي حد فيكم حابب يعمل هذا النمط من الدراسات فينه يعمله بالقسم، مثلا هو عم يداوم بقسم القلبيه خليني اقول على مدى هذا الشهر، فينه يعمل يجمع البيانات تبع هذا القسم، كل المرضى المقبولين، يجاوب على هي الخمس اسئله، يحطها سلفا ومسبقا، وبعدين بيقدر يحلل البيانات بمساعده اخصائي بالاحصاء. هذا شيء مفيد جدا جدا حقيقه، بيقدر يعرف اداء القسم اللي عم يشتغل فيه هو، بيعرف تطور البراكتس من خلال شهر لشهر ومن ربع لربع من سنه لسنه، واظنه مفيد جدا جدا بحالتنا ببلدنا اذا حابين نطور القطاع الصحي. هذا اللي قدرت احكي عن السيف لانج، اللي هي سيف لانج ستدي. خلال بحثي بالانترنت لقيت موقع بريطاني تابع لجامعة أكسفورد اسمه الكاسب، اللي هو من خلال في يعني موقع لتقييم الدراسات حقيقة، بيعمل في استبيانات ملفات بي دي اف لكل نوع من انواع الدراسات، بعبارة عن 10 اسئلة تقريبا ممكن تسألها لكل دراسة، بحيث انه تقدر تقيم الدراسه بنفسك انه هي الدراسه فعلا ذات قيمه او غير ذات قيمه. بالفيديو اللاحق راح احاول جاوب على استبيانات هي الدراسه، هي سيف لانج، ان نشوف هل فعلا هي الدراسه ذات قيمه. طبعا هي ذات قيمه انا واثق، بس انه هل كتطبيق عملي خلينا نقول خلينا نتعلم، فممكن نطبق هذا الشيء، بطبق الكاسب على
السيف لانك. رح احط رابط الدراسه ورابط الكاسب، واتمنى منكم تنزلوها اثنيناتهم، وان شاء الله بنلتقي بالفيديو القادم. السلام عليكم.